حياكم الله مشاهدينا الأكارم، وأهلا بكم في هذه التغطية عن ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف واستذكار لأسس الثبات للخط المقاوم، حيث كانت ولكونها كانت وما زالت وستبقى تمثل انطلاقا عقائديا للفكر الثوري. لذا فنحيا ذكرى رحيل زعيم الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف، بات سمة بل عنوانا لكل الأحرار في العالم. ولا شك بأن المجتمعات الإسلامية بمختلف جنسياتها وطوائفها تحيي اليوم هذه الذكرى، وهي تستذكر ما قدمه الإمام قدس سره الشريف من عطاء لا ينضب لإصلاح الأمة، التي بدأت راية الإصلاح فيها بالإطاحة بنظام الشاه الذي كانت تطفو عليه صفة الدكتاتورية. ونبدأ هذه التغطية من متابعة هذا التقرير. في 3 حزيران تمر الذكرى السنوية لرحيل القائد الثوري الإمام روح الله الخميني، فمع مرور الأعوام تظل ذكراه راسخة في ضمائر المؤمنين، إذ تبقى جمرة يكتوي محبيه بنيران غيابه في كل عام، وستبقى ثورته وإنجازاته الأكثر جدلا بين أحداث القرن 20، ولعلها ستبقى كذلك لقرون لاحقة. كان الإمام الخميني القائد والمرجع الأكثر شعبية وقت ذاك، وهذا ما نراه واضحا عند توديع جثمانه الشريف بتشييعه من قبل أنصاره ومحبيه، يرافقه أكثر من 11 مليون شخص إلى مثواه الأخير في واحد من أكبر التجمعات البشرية آنذاك. فقد عرف الفقيد بين كبراء علماء المدارس الدينية في العالم الإسلامي بصفته الفقيد القائد، فينقل عنه أصحاب العلم والمعرفة أن الإمام الخميني بذل ما يملك الغالي والنفيس، ونذر حياته من أجل إعلاء كلمة الإسلام الحق وعزة المسلمين، ومثل الركيزة الأساسية لبناء المجتمع الإسلامي الرصين، لا يهاب أحدا ولا يخشى في الله لومة لائم. أما الجهاديون الثوريون في العالم اليوم فقد يعبروا عن امتنانهم لقائدهم الراحل الإمام الخميني، إذ جعلوه قدوة يحتذى به في الثورات واستلهام الدروس في تغيير الواقع والوقوف بوجه الطغاة والظلمة على نهجه وخطه الذي يصفونه بطريق الحق والهداية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا في هذه التغطية، وبداية نرحب بضيوفنا الكرام رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية دكتور هاشم الكندي. أهلا بك يا دكتور، حياكم الله والتعازي لكم بهذه الذكرى، وكذلك ترحيل بعضو شبكة الهدف للتحليل السياسي أستاذ مهيد العلي، أهلا التعازي لكم بهذه الذكرى. نبدأ معكم دكتور هاشم. الإمام الخميني قدس سره الشريف كظاهرة إسلامية مو شخصية عادية، لكن هل يعتبر أو يمكن اعتباره نقطة تحول بالتاريخ الإسلامي الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البدء التحية لكم ولضيفكم الكريم وإلى مشاهديكم وملاكاتكم. لعل السؤال يصب في صميم ما نتناقش به عندما نستذكر الإمام الخميني في ذكرى رحيله واستحاله إلى الملكوت الأعلى. هو يمثل لعله ظاهرة، هو أيضا يمثل نموذجا الإنسانية والبشرية لا تحظى بمثله إلا بفترات متباعدة، وتحديدا بما يتعلق بالقادة الذين يكون تأثيرهم حاضرا في حياتهم وحتى بعد ارتحالهم. لا. والجانب الآخر أنه يأتي ليصنع قادة، فقط ليس ليقود وإنما ليصنع قادة ليكملوا المسيرة. ولعل أيضا ما يميز الإمام الخميني أنه كان بصيرا عالما وعاملا بالسيرة والرسالة النبوية لأهداف الإسلام، ولعل من قال بأن الإسلام محمدي الحدوث حسيني البقاء
الخميني التجديد هو وصف أمرا فعليا وحقيقيا. ما قام به الإمام الخميني في ظل ربما ظروف صعبة جدا ذكرتم جزءا منها في مقدمتكم في ظل أعتى نظام ديكتاتوري في المنطقة، وهذا النظام الديكتاتوري كان واحدة من أبرز أهداف الموكلة له هو تشويه صورة الإسلام وتغريب المجتمع الإيراني المسلم والشعب الإيراني المسلم عن الإسلام. مع هذه التحديات جاء الإمام ليقدم الصورة الحقيقية والفهم الحقيقي والتطبيق الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل، ليس تنظيرا، ليس أفكارا، وإنما تطبيقا بقيادة الثورة. هذه الثورة انتصرت، وكانت هذه الثورة ترفع شعار بأن القيادة لابد أن تكون للإسلام تحت عنوان وشعار الإسلام يقود الحياة وتصدي الفقيه لهذا الأمر. وهذا الذي تحقق، قالوا كثيرا بأن ما يطرحه الإمام الخميني هو في مجال التنظير فقط، وفقط ما كان يقول الإمام من أمور بما يتعلق بشروط القيادة. كان يطرح الإمام الخميني بأن على القائد أن يكون متأسيا بنموذجين، وإن كان امتداد النموذج الثاني الأول. النموذج الأول هو رسول الله صلوات الله عليه وسلم. كان يقول الإمام الخميني الذي كان يسأل عن رسول الله عندما يدخل المسجد في المدينة المنورة، أين محمد؟ هذا دليل على أن رسول الله كان لا يتميز لا بمجلس ولا بملبس، فكان له الشرط الأبرز في القائد أن يكون سوية الناس، لا يتميز عن الناس بامتيازاته. الشرط الثاني وهو من تلميذ محمد صلوات الله عليه، وهو أمير المؤمنين الحاكم الوحيد على مر التاريخ الذي طلب إلى الحكم ولم يطلب الحكم. لأن حتى في ظل النظام الديمقراطي هنالك من يسعى إلى الحكم، يرشح، يسوي دعاية انتخابية، عقد تحالفات، إلا أمير المؤمنين أصلاً أجبر على الخلافة. فيقول الإمام في الشرط الثاني إنه أمير المؤمنين عندما طلب الحكم أين وجدوه؟ وجدوه يحفر بئراً لأيتام المسلمين. وهذا كان الشرط الثاني في القائد، أن يوفر ويجعل جهده في خدمة المستضعفين، جعلها الإمام الخميني. هذا الشرطين، سواسية الناس بالنسبة للقائد، والأمر الثاني هو أن يحصر جهده في خدمة المستضعفين. قالوا عنها أن هذه بالتنظير ممكنة، لكن في التطبيق هي صعبة جدا، وهذا ما قاله. لكن هذه الشرط اللي ذكرتها دكتور هي ما أخرجت الإمام من جانب التنظير إلى جانب القيادة الميدانية والفعلية والتغيير. عفوا، عندما طرحت من الإمام الكثير شكك بها، من الأقربين والأبعدين، الأصدقاء والأعداء. وأنا أذكر كيسنجر في حينها عندما انتصرت الثورة الإسلامية قال الآن انتهى الخميني، على اعتبار أنه في المجال التنظيري هذه ممكنة تطرح، لكن على المستوى التطبيقي بعد أن انتصرت الثورة والإمام يقود هذه الثورة فإنه لن يستطيع تحقيقها. ولكن الواقع الذي جرى والذي نتحدث به بعظمة الإمام قائدا وثائرا، هو أنه طبق ما كان يقوده متأسيا برسول الله وبأمير المؤمنين. ولهذا شاهدنا حالة ربما تكون فريدة في التاريخ، أنه الإمام نعم استقبله أكبر استقبال في تاريخ البشرية، وهو بحدود 4 إلى 5 مليون. وهذا الأمر ربما يكون هنالك استقبال للقادة، لكن العبرة في الخواتيم. كثير من استقبل بهكذا استقبال لم يحظى بتوديع مشابه، لأن تطبيقاته اختلفت، ولكن الإمام بارتحاله أيضا حقق أكبر توديع، لأنه أحيا شعب وأحيا أمة بتجديد وترسيخ مفهوم الإسلام المحمدي الأصيل. ولهذا التف الناس بتشييعه وفاء وعرفانا وأيضا امتدادا بهذه المسيرة السائرة بكل التحديات بعد 4 عقود وأكثر. طيب، قبل مرحلة الثورة وانتصارها، الإمام قدس سره الشريف سيد مؤيد شخصيته كانت تمتاز أو توصف بأنها مثيرة للجدل،
منذ نعومة أطفالها يعني وصفت بأنها شخصية متمردة على النظام منذ شبابها، لكن شنو هو اللي صنع هذه الشخصية؟ شنو اللي أثر بها؟ البيئة، العائلة، الأستاذة، أمان؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة كسر البشاوي لضيفك العزيز وعلى كذا مشاهدي قناة الأيام. بدأ نعزي كل الأحرار في العالم وأباة الضيم بذكرى 33 رحيل مفجر الأمة والثورة قائد الأمة الإمام الخميني. هو لم يرحل يعني رحل جسدا، لكن فكره ومسيرته ما زالت حاضرة في نفوس كل الأباء الذين يدركون طريق الإسلام المحمدي الأصيل. تفضلت في نقطة مهمة جدا، يعني شخصية الإمام الخميني هي شخصية استثنائية في زمن استثنائي. قد تكون التربية الدينية والتربية التربية الحوزوية والعلمية التي يعني عاشرها الإمام يعني لها جهد كبير جدا وعوامل كثيرة ساهمت في صقل هذه الشخصية العظيمة، إضافة إلى أنه كان يمتاز بأنه يفكر خارج الصندوق. دائما كان تفكيره استثنائي، خرج عن العديد من المسلمات، يعني حتى في داخل أبساط الحوزة الدينية والمدارس الدينية كان شجاعا وحكيما. لذلك يعني حادثة 1963 في المدرسة الفيضية هي حادثة معروفة عندما قام جلوزة الشاه بإعدام العديد من طلبة المدارس ورميهم من فوق أسوار هذه المدرسة لإيصال رسالة تخويف إلى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بأن هناك ثلاثة خطوط لا يمكن أن تتقرب إليها: أمريكا وإسرائيل والشاه. لكن في مجرد إقامة مهرجان لتعزية أرواح الشهداء الذين سقطوا، صعد الإمام وقال كلماته المشهورة: إن أمريكا هي أم المصائب، وإن إسرائيل هي غدة سرطانية، وإن الشاه ظالم فاسد فاسق يجب أن يحاكم. هذه الشجاعة وهذه القدرة على تحدي أكبر نظام في المنطقة آنذاك مدعوم من قبل الدول الغربية والاستكبارية كانت تعطي داعما إلى الأمة للالتفاف حول هذه الشخصية. لذلك إن هذه الشخصيات التربية الدينية والشجاعة والتفكير خارج الصندوق والمواقف الحاضرة التي كان يحضرها الإمام في العديد من المواقف أعطت المجال للأمة وأعطتهم دافع للالتفاف حول هذه الشخصية. الإمام الخميني في مسيرته اعتمد على نقطتين يعني أساسيتين: التوكل على الله سبحانه وتعالى انطلاقا من توكل على الله فهو حسبه. لذلك لا كان لا يفكر في النتائج، كان يقول العمل بالتكليف الشرعي والنتائج التوفيق من الله. لذلك كانت هناك يد غيبية في نجاح هذه الثورة. والنقطة الثانية هي الإيمان بقدرة الأمة على النهوض والمواجهة في الميدان. لذلك عمل بشكل واضح على تهيئة الأمة وتعبئتها. لذلك عندما نلاحظ يعني الاستقبال المليوني وأيضا في التوديع وأي خطبة كان أو مناسبة يتواجد فيها الإمام الخميني، نرى أن هناك ملايين من الناس تزداد سنويا ويوما بعد يوم لحضور محاضرة أو خطبة لإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. لذلك هذه الشخصية تمتاز أنها كما قلنا شخصية استثنائية استطاعت أن تخرج النظريات إلى مرحلة التطبيق إلى ما يسمى بحاكمية الإسلام وهو نجح اليوم. نحن اليوم بفضل إمام الخميني إيران ليست يعني هي دولة الثورة، إنما اليوم إيران متجهة إلى بناء حضارة إسلامية. اليوم بفضل إمام الخميني الشيعة ليست يعني الشيعة بصورة عامة ليسوا هامشين في القرار السياسي الإقليمي أو الدولي، الشيعة حاضرون في قلب كل التفاصيل التي تحدث في المنطقة ويحسب لهم ألف حساب. إضافة إلى أنه اليوم بفضل الثورة يوم يعني كما يعني لاحظنا أن هناك العديد من فصائل المقاومة تنتشر في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في أماكن أخرى. هذه الفصائل هذا ما بعد نجاح الثورة وربما منظور آخر تصديرها كما أشيع ونفي فيما بعد في جغرافيا معينة. لكن خلينا نرجع ما قبل الثورة، يعني جاء الإمام الخميني بأيديولوجيا إسلامية ربما مختلفة من الجانب السياسي، أيديولوجيا ثورية، وكما معروف أن كل حركة ثورية بالتاريخ الإسلامي على مدى التاريخ الإسلامي كانت تقمع. كيف نجحت ثورة الإمام؟ أولا كما قلنا شجاعة الإمام، القدرة على تعبئة الأمة. كان هناك يعني عشرات بالآلاف كانوا يتبعون الإمام متأثرين بفكره، حتى رأينا عندما عاد من فرنسا إلى إيران كان يعني المستقبلون هم شخصيات يعني ليست إسلامية من طوائف أخرى، يعني حتى نساء متبرجات غير إسلاميات. لكن هذا العشق الكبير الذي استطاع الإمام الخميني من خلال أخلاقه وفكره وشجاعته أن يغرسه في نفوس الشعب الإيراني، استطاع فقط في الشعب الإيراني إنما حتى في الشعوب يعني المجاورة شعوب المنطقة، استطاع أن يكسب ثقة هؤلاء وبالتالي حاضرين للتواجد في الميدان. هذه الثورة امتازت بنقطة مهمة جدا: التوافق. ولم تكن هناك فجوة
يعني لا فجوة كبيرة ولا صغيرة، كان هناك تلاحم بين القيادة وبين الأمة. التلاحم عندما يكون هناك تلاحم حقيقي بين القيادة وبين الأمة تستطيع أن تكون أحد مقومات نجاح الثورة. أيضا عندما تكون الشخصية التي تقود على هذا المستوى من الكفاءة العلمية والدينية والمرجعية وأيضا القدرة على امتلاك الشجاعة واتخاذ القرارات بأسرع وقت ممكن ومواجهة هكذا أنظمة ديمقراطية، عدت الناس القدرة على التواجد في الميدان. نقطة مهمة أخرى أنه هذه الشخصية، قد تفضل بها الضيف الكريم، أنه شخصية متواضعة، شخصية ترابية لا تفكر بالمناصب. لذلك عندما قال الإمام نحن نفكر بالتكليف الشرعي، هذه نقطة مهمة جدا، أنه انطلاق أن تكليفنا الشرعي نقف بهذا الوجه، هذا النظام الفاسد الفاسق المجرم، وبالتالي نستطيع أن نتحول بعد ذلك إلى بناء الدولة أو بناء مقومات الشعب، يعني الشعب الإيراني المسلم الذي يجب أن يتمتع بالعدالة والمساواة والقسط. لذلك المنطلقات كانت حقيقية تنبع من الروح الإسلام المحمد الأصيل، شخصية دينية لها كاريزما قيادية. حتى عندما تنظر، عندما كنا صغار في فترة الثمانينات، عندما تنظر إلى شخصية الإمام الخميني تشعر واقعا بسحر عجيب. يعني هذه الشخصية هي شخصية جاذبة، حتى كنا عندما نراها في التلفزيون على بعض القنوات التي المعارضة، أو عندما ترى صورته في كتاب أو صحيفة تنجذب إليه بشكل يعني بشكل يعني مباشر وغير طبيعي، من حيث تشعر أو لا تشعر. لذلك كاريزما القيادة والقدرة على التواجد في الميدان وتعبئة الأمة، وأيضا وجود شخصيات كانت تتحرك في الميدان هي على أهبة الاستعداد وأن تعطي دماء، كمثل يعني مثلا الشيء يعني 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 مثال واضح السيد الخامنائي الذي كان حاضرا في الميدان ويعتبر يد مساعدة كبيرة للإمام الخميني. فبالتالي توفر الأنصار، توفر الفكر الأساسي وهو الانطلاق من مبادئ شرعية وإيمان الشعب بأن هذه القيادة هي جاءت تعمل من أجل التكليف الشرعي وليس من أجل الحصول على مناصب أو مكاسب، وبالتالي تخليص الشعب الإيراني وشعوب المنطقة من القيود الاستكباراتية هي كانت أحد أهم العوامل التي ساعدت على نجاح الثورة. تأثير الإمام الراحل ممتد طيلة العقود حتى بعد رحيله قدس سره الشريف، لكن اليوم ما الذي تمثله إحياء هذه الذكرى، ذكرى وفاة الإمام الخميني بالنسبة للشعوب الإسلامية ككل ليس فقط للمنطقة؟ لعل الإحياء لذكرى شخصيات مثل الإمام الخميني رضوان الله عليه من يقوم بها هو يحيي نفسه، على اعتبار أنه يحيي نهجا ويحيي مدرسة، هذه المدرسة استطاعت بالبصيرة أن تفهم ما يريده الله لخير الإنسانية ولخير البشر، وأن يكون به عاملا. والإمام في نهجه لم يكن يركز كثيرا على النتائج بقدر ما كان يركز على التكليف وأداء التكليف وأداء الواجب. وأيضا لعل في عبارة ذكرتها أنت الإمام الخميني، ربما من لا يعرفه وصفه بالمتمرد، ولكن حقيقة الإمام أنه كان قرآنيا بالسيرة والسلوك والمنهج، لكن تمرد على النظام منذ كان شاب صغير. لا وهذا أقول أنه الإمام لم يتمرد على نظام الشيعة فقط، هو ذهب إلى أن يكون قرآنياً بالممارسة والسلوك. القرآن ماذا يقول؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا الإمام الخميني انطلق من رفض الطاغوت، سواء كان الطاغوت هو في حين الشاه أو بعد انتصاره، حتى بعد والنظام الاستكباري بشكل عام. أحسنتم، حتى ما بعد انتصار الثورة الإسلامية وما قبلها كان الإمام مشخص أن العدو هو الاستكبار، ولهذا سمى أمريكا بالشيطان الأكبر وسمى الكيان الغاصب بالغدة السرطانية التي يجب إزالتها. وبالتالي اليوم عندما نحيي هذا النهج الذي جعل من الدين أخرجه من الرفوف ومن الكتب وطياتها إلى التطبيق وإلى قيادة المجتمعات وإلى أن يجعل من المجتمع الإسلامي، بعض البلدان التي تنتهج الإسلام هي ليست بلدان على الهامش، هي اليوم تنافس في كل المجالات. هذا النموذج الذي هو اليوم كان الجمهورية الإسلامية لكن بشكل عام مشكل انعطافة تاريخية في الأيديولوجيا الإسلامية بشكل عام وفي القضية الفلسطينية بشكل خاص،
وكل الشعوب المستضعفة في العالم. أنا قلت لعله الإمام الخميني هو مجدد بما أوضح للناس وطبق بالإسلام المحمد الأصيل. هنالك انحرافات مويست وألصقت بالعناوين الإسلامية وريد لها أن تكون هي هذا الإسلام. لا. الإمام جاء ليرفض هذه التشويهات وليذهب بالناس إلى حيث الإسلام المحمد الأصيل الذي يقول أنه على الإسلام وعلى علماء الدين مسؤوليات وليس الجلوس وليس الانزواء. ولهذا الأمر هو بالتصدي. تعرفون على أطراف كثيرة كانت تحرم أن يكون هنالك لرجال الدين موقف بما يتعلق بحياة الناس السياسية. وكان حتى الإمام يتهم بأنه متدخل في السياسة، ولكن الإمام وجد بأن السياسة هي كما يقول الإمام الصادق هي عين ديننا وديننا عين سياستنا. ولهذا ذهب إلى أن يأخذ الإسلام دوره من خلال الفقهاء الذين هم الآن في موقع المسؤولية الأول في قيادة الأمة. هذا الأمر طرح عمليا وهو اليوم رغم كل التحديات، رغم العقوبات، رغم العداء، رغم الاستهداف. بعد 4 عقود نجد بأن الجمهورية اليوم الجمهورية الإسلامية هي قطب مهم في الحراك العالمي وليس فقط في المنطقة والإقليم، وهي اليوم في كل المجالات قدمت نموذجا متطورا ناجحا وأيضا منافسا. اليوم الجمهورية الإسلامية في مراتب كثيرة تعتبر الأولى أو من الدرجات الأولى بالتقدم العلمي في العمل والرؤية الاقتصادية. لا. في الاختراعات، والأهم من هذا كله طيب. في إحياء الإنسان اللي هو جعل يأخذ دوره سواء كان رجلا أو وهذا الذي لعله بإحيائنا لذكرى إمام يراد أنه هذه المدرسة التي الآن أصبحت نهجا ومنهجا وأيضا استمرارية القيادة بوجود الإمام الخامنئي، هذه كلها أن نستفيد منها كشعوب وكمسلمين. طيب. لنستنبط من هذه المدرسة ما ينفعنا بأن ننطلق بهكذا أمور في فهم الإسلام وفي فهم العمل الإسلامي لأجل أن نرتقي بالبلدان. هذه الذكرى بشكل كبير يعني في مختلف الدول الإسلامية، دول الجوار للجمهورية الإسلامية مو فقط في إيران، العراق مثلا. كيف تقرؤون هذا الإحياء الكبير لهذه المناسبة؟ طبعا تأثر العراق بالثورة الإسلامية لم يكن وليد هذه اللحظة، إنما كان منذ الأيام الأولى من انطلاق الثورة المباركة. ولا يعني نتذكر يعني مقولة السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه عندما قال ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام. هذه النقطة يعني هذه الكلمة، والكلمة الأخرى قال لو كلم في الإمام الخميني أن أكون يعني في أدير أو تكليف شرعي في قرية معينة لنفذت هذا التكليف. هذا بشكل واضح يبين على أن هذه الثورة هي ثورة عالمية تخص الإسلام بصورة عامة. الإسلام لا يحترف بالحدود الجغرافية، الحدود الجغرافية وضعتها القوى الاستكبارية من أجل السيطرة على الثروات الكبيرة الموجودة في منطقتنا تحديدا، وبالتحديد الدول الإسلامية وتحديدا دول خط المقاومة لما تمتلكه من يعني ثروات كبيرة جدا في النفط والغاز الطبيعي الذي هو مستقبل الطاقة، أيضا في محاولة للسيطرة وكي وصهر عقول هذه الشعوب أن لا تفكر يعني كثيرا في الأمور السياسية، أن يكون تفكيرها محدودا فقط في الاقتصاد في الأكل والشرب وباقي الأمور أن تأتي خيرا خير إضافيا. فبالتالي محاولة كي وصهر العقول كانت هي حاضرة تلك كبيرا في تلك الفترة. لا ننسى المد الشيوعي وغيره في تلك الفترة كان واضحا جدا. أيضا محاولات الانحلال من خلال الغزو الثقافي الذي كان ولو كان محدودا في تلك الفترة يعني أقل بكثير مما نشاهده الآن. العراق تأثر كثيرا بهذه الثورة، وكانت هناك العديد من الشباب الذين هاجروا وعبروا الحدود. هذا مهم سيد المشاركة يعني حتى قبل الثورة كيف كان هناك تأثير كبير للإمام الراحل على العراقيين، رغم أن محاربة النظام السابق نظام صدام حسين لهذه الشخصية وفكرها، لكن ما بعد إزالة هذا النظام بعد السقوط وجدنا أن هذا الفكر هو موجود ومستشري بين العراقيين بطبقات متجذر لدى
شريحة واسعة من العراقيين. كيف؟ الشعب العراقي لا يختلف كثيرا عن الشعب الإيراني في أنه شعب ثوري، شعب يعني يؤمن بالإسلام المحمدي الأصيل، يؤمن بهذه بمبادئ الثورة التي جاء بها الإمام الخميني. كما قلت في بداية الحديث أن المبادئ التي ارتكزت عليها هذه الثورة هي تعطي دافعا لكل شاب يفكر بتكليفه الشرعي أن ينخرط بهذا الاتجاه ويتشرف أن يكون ضمن محور الثورة الإسلامية. لذلك الشعب العراقي يعني حتى قبل السقوط كانت هناك هجرة لمئات الآلاف من الشباب العراقيين، وتنظموا في تشكيلات معينة مثل تشكيلات المجلس الأعلى وتشكيلات منظمة بدر وغيرها وغيرها، هي كانت التي تؤمن بهذا النهج، النهج المقاوم ونهج الثورة الإسلامية. بعد السقوط كانت الشعب العراقي يعني الكل الرأي العام العالمي رأى أنه كيف الشعب العراقي ذائب في هذه الثورة، وكانت هذه أحد الأسباب والدوافع التي تعطي لأمريكا وغيرها ولسفارات الدول الخليجية والسفارات الشيطانية أن تحاول أن تدك أسفين الفتنة بين الشعبين، ومحاولة عزل العراق عن سند استراتيجي. عندما ننظر إلى الجمهورية الإسلامية ننظر لها كسند استراتيجي، ليس فقط مجرد حدود كبيرة تمتد بين العراق والجمهورية الإسلامية، إنما هناك تبادل ثقافي، هناك تبادل اجتماعي، هناك تبادل عقائدي. لذلك هناك هذا البعد الاستراتيجي عملت عليه السفارات الاستكبارية ودول الخليج على محاولة عزل العراق عن هذا عن هذا السند الاستراتيجي. بل حتى أنه هذه الأيام عندما تم تنصيب السفيرة الأمريكية التي هي بدايتها كانت تعمل في CIA، أحد أهم مشاريعها هي محاولة عزل العراق عن الجمهورية الإسلامية ودفعه باتجاه دول العمق المطبع. يبدو أن هذا الموضوع لم ينجح. نأتي إلى لن ينجح أكيد، لكن تبقى محاولات جديدة بأنها جيدة. تخويف من فكرة تصدير الثورة. فعلا الإمام الخميني قدس سره الشريف عمل على تصدير هذه الفكرة، فكرة الثورة إلى العالم أو إلى دول الجوار؟ طبعا مصطلح تصدير الثورة أطلقه الأمريكان ابتداء وأعداء الثورة الإسلامية، تخوفا من امتدادات النهج والتأثر بالنهج. ودعني هنا أستحضر ما قاله فرجينسكي في حينها عندما سئل، وهو واحد من العقليات المفكرة والمؤثرة في القرار الأمريكي في فترة كارتر وفي فترة ريغان بعدها، قالوا له لماذا أمريكا تعادي هذه الثورة وتجعلها في حالة العداء مع أمريكا، لماذا لم تعملوا على احتواء هذه الثورة واحتواء قائدها؟ كما حدث مثل كثير من الثورات في العالم العربي. نعم، ومن الممكن أن تكون هذا مهم ومفيد لأمريكا بحيث تكون هي مصدا أمام الشيوعية التي كانت في وقت الاتحاد السوفيتي وامتداداتها. بلجينسكي قال في حينها تشخيص دقيق جدا، قال بأنه ليس طبعا هم يعرفون الثورة بما تطرح ويعرفون ما يريده الإمام الخميني بشكل واضح. قال ليس الخوف من هذه الثورة أن تمتلك القدرة وتتخلى عن اعتمادها على أمريكا والارتباط بها، ولكن الخطر الحقيقي أن تنقل قدرتها إلى باقي الدول التي الآن هي تتحكم بها أمريكا. هذا الذي يخشوه، وفعلا هو هذا الذي تحقق. هم خوفوا الأنظمة وخوفوا لربما بعض الأطراف بعنوان تصدير الثورة. تعرف أنه أغلب دول المنطقة كانت بديكتاتوريات عائلية أو ديكتاتوريات حزبية ولا زالت، ولهذا هي أعلنت العداء ودخلت ودفعت إلى مشروع العدوان الأمريكي الذي متمثل بالحرب الصدامية على الجمهورية الإسلامية لتخويف ولعرقلة هذه الثورة. وبالفعل اليوم التأثير الأكبر لم تنقل الثورة الإسلامية ولكن نهج هل تصدر فعلا؟ لا اطلاقا. طيب ماذا ترى يعني كيف تفسر هذا التأثير الثوري والنهج الثوري والفكر الثوري؟ هذا النهج بكل دول المنطقة، النهج هو بالتبني والإيمان بأن هذا هو الطريق الصحيح للعزة بالنسبة للشعوب وللسيادة وأيضا للانتصار. الأمر الآخر هو نقل القدرات. مثلا قبل الثورة الإسلامية لم يكن حال الشعوب كما هي عليه اليوم. لا يخفى بأن ما حصل في لبنان هذا الذي كان لا تعد له إسرائيل أي وزن، وهجمت في عام 82 لتحتل العاصمة بيروت،
لكن المتغير النهج الذي أخذه الشباب اللبناني في حينها من نهج الإمام الخميني ونهج الثورة الإسلامية هو الذي أوجد مقاومة إسلامية لبنانية بمسمى حزب الله. استطاع ليس فقط أن يحرر الأرض، وإنما استطاع اليوم أن يكون رادعا ومانعا لأي عدوان إسرائيلي يحدث على لبنان، وهو اليوم مصدر رعب وردع. وهذا النموذج هو الذي انتقل اليوم ونشاهده، شاهدناه منتصرا في العراق بالتحدي الأكبر في مواجهة الاحتلال وفي مواجهة التنظيم. هذه أمثلة كان في اليمن. طيب، لكن شنو ليش هالجدل هذا بقضية تصدير الثورة؟ شنو المشكلة وإن صدرت الثورة؟ الثورة الفرنسية مو تدرس بكل شعوب العالم، كل دول العالم، وكل الشعوب تستلهم دروس والعبر من الثورة الفرنسية؟ شنو المشكلة؟ ما قلنا الثورة الفرنسية تم تصديرها. أول الخوف بالنسبة للأعداء وخوف مشروع، لأنهم يجدون بأن هذا الفكر إذا كان تأثرا أو تبنيا فإنه مؤثر على مشاريعهم ومخططاتهم في المنطقة، خصوصا الكيان الصهيوني والقضية الفلسطينية. الكيان الصهيوني هو يعرف بأن هذه الثورة جاءت بالعنوان الأول لحرب المستكبرين ونصرة المستضعفين، وهذا الأمر يشمل الكيان الصهيوني باعتباره مستكبر وغاصب ويمارس العنصرية والاحتلال على الشعب الفلسطيني. هذا أولا. ثانيا، مسألة نموذج الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية وقيادتها، هذا يزعزع عروش في المنطقة. خذ مثلا بلدان تقام بالأسر وتسمى بلدان باسم شخصيات وأسر، وبالتالي ثروات ومقدرات البلاد هي بيد هذه العوائل تقتسمها. كيف يمكن أن يرضى أو أن يقبل بنموذج لجمهورية إسلامية تطبق النموذج المحمدي في القيادة وفي الإدارة، أو النموذج العلوي الذي هو مستمد من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الأمر لا كيف يسمح مثلا من هو اليوم يتنعم بالمليارات أن يطالب أو أن يقارن بأن يكون مشابها لمن يسكن الآن في دار بمساحة لا تزيد عن 70 متر، وهو لربما لم يغير ملابسه على مدى سنوات، وهو يعيش بحياة بسيطة كما كان الإمام الخميني مثلا الذي لم يترك شيء ولم يورث شيء ولم يقبل أن يأخذ حتى راتبا من الثورة ومن الجمهورية، أو مثل ما الآن ما يجري بنموذج الإمام القائد الإمام الخامنئي. هذا النموذج، هذا النموذج فاضح وكاشف للسلاطين والأمراء والطغاة، فبالتالي تحارب هذه. ولعل الاعتراف الذي خرج به المقبوض صدام في السنوات الأخيرة لطغيانه وحكمه، قال بالنص واعترف، قال من دفعنا لحرب إيران هي أمريكا بدعم من دول الخليج، وقال بالنص كان المطلوب هو قتل النيات الخيرة وجهود الخيرة عند الجمهورية الإسلامية، عند إيران هو يسميها. فبالتالي هو هذا هذا النموذج إذا عمم، إذا جرى التأثر والاقتداء به ليس بعنوان تصدير الثورة، وإنما بعنوان اتخاذ قدوة وتجربة ناجحة من حيث التطبيق والنتائج، هذا هو الذي يخيف أمريكا وبالتالي يخيف أدواتها بالمنطقة. نأتي إلى مرحلة ما قبل الثورة أيضا وما بعد الثورة وأثناء الثورة. سيد مؤيد، أنت ذكرت قبل قليل أنها كانت في مرحلة انتشار المد اليساري في الجمهورية الإسلامية والمنطقة يمكن بشكل عام، كان هناك مد واسع وكبير خصوصا في الجمهورية الإسلامية، كان هناك في إيران في وقتها إيران الشاه كان مد كبير ووجود كبير لحزب تودة الحزب الشيوعي الإيراني. الإمام قدس سره الشريف كيف تعامل مع هذه الأفكار وأيديولوجيا مختلفة، إضافة إلى وجود تنوع في الشعب الإيراني، مذاهب مختلفة، أديان مختلفة، وجود يهود أيضا في الجمهورية الإسلامية؟
أعتقد أنه أحد أهم أسباب يعني وأسرار نجاح هذه الثورة أنه كيفية التعامل مع هذه البيئة. بيئة لا. كانت معادية بالكامل بالمطلق، يعني هناك طوائف أخرى كما تفضلتم يهود، كانت هناك أحزاب تختلف تماما 180 درجة عن المتبنيات أو الطروحات التي طرحها الإمام الخميني. لا. لكن هذا الإصرار والتعامل مع الآخر وفق مبدأ يعني التفكير واحترام الآخر رغم كل شيء، ليست عملية إقصاء، ليست عملية قتل، ليست عملية تهميش، يعني كانت الهدف واضح وأنه حكومة الشاه الحكومة المستبدة الظالمة. لكن مع الجهات الأخرى هذه الأحزاب يعني تم التعامل معها من الناحية الفكرية، كم دحض متبنياتها من خلال أسس عقائدية مبنية على أسس منطقية حقيقية، لذلك إنه حتى إيديولوجيا كل الأطراف كانت مختلفة ومتضررة من نظام الشاه المستبد. كمية الفساد التي كانت موجودة في إيران في تلك الفترة بشكل لا. كبير جدا، يعني بشكل لافت في المنطقة، بأنه كان كل كان يعرف أن الشاه هو كان يعني عصا أو شرطي أمريكا في المنطقة، فبالتالي لا. محاولات التأثير ثقافيا وعقائديا على الشعب الإيراني كانت مستمرة جدا، محاولات الإباحية والابتعاد عن الدين كانت أيضا حاضرة، وأيضا هذه الأحزاب التي ذكرتها. لكن أن تأتي في ظل خضم هذه الأزمة، أيضا هذا الأمر مرتبط مع الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، وتأتي ثورة تحمل شعار واضح لا شرق ولا غربية إنما ثورة إسلامية، هذا تحدي كبير جدا. وأعود وأقول أنه أيضا هناك يد غيبية وإلهية كانت حاضرة رغم كل ما ذكرناه من قدرة الإمام والحنكة والبصيرة ووجود شعب واعي تم تعبئته والعمل عليه لسنين طويلة، أيضا هناك كانت يد غيبية ولماذا تفسر ناس تخرج لتأييد الإمام في الأيام الأخيرة بدون سلاح وبدون أي حتى بدون عصا أو سكاكين، والطرف الآخر يحمل المدافع والهاونات وله طائرات ويسقط بكل سهولة. أعتقد هذا الأمر وراه يد غيبية وإلهية كانت تريد أن تهيئ إلى مشروع كبير إلهي يعني قد نعيشه في المستقبل، أو قد يمن الله تعالى سبحانه وتعالى علينا بأن نعيش هذا إرهاصات هذا المشروع الإلهي الكبير، أن تكون الثورة الإسلامية ونعيش يمكن إرهاصات هذا المشروع. نعم نعم وتحديدا يعني تفاعل الشعوب اليوم كيف وجدته مع فكر الإمام الراحل، مختلف شعوب المنطقة خصوصا ليس فقط العالم، يعني هاي عمليات الاستذكار لهذه الذكرى رغم مرور 33 عاما ليس فقط في الداخل الإيراني، في العراق، في لبنان، في سوريا، في لبنان، نعم في اليمن، العديد من الدول حتى تحديدا حتى في دول جنوب أفريقيا اليوم، يعني هذه الثورات وصدرت. أنا لا أختلف يعني تماما مع كلمة تصدير الثورة، قد تكون كلمة تصدير الثورة هي أمريكية بعثية يعني، لكنها الثورة هي كانت جاذبة عندما ترى شخصية معينة أو عمل معين يكون هو مشع، هو يجذب الآخرين، كأنما هناك نبراس كان الإمام الخميني وهذه الثورة هو نبراس يشع بشكل كبير جدا يجذب كل الأحرار وكل الشخصيات التي تؤمن بضرورة تغيير الواقع وأن يكون هناك حاكمية الإسلام وضرورة يعني النهوض وإحياء الإسلام المحمدي الأصيل. هذا الأمر أعتقد أنه اليوم واضح بعد هذا الإحياء الكبير أنه كل محاولات الأهداف فشلت في قمع الثورة من خلال الحرب 8 سنوات وبعدها لا. الحصار الأمريكي الجائر الظالم، إضافة إلى تخلي ذلك العديد من محاولات الاغتيال للإمام الخميني للسيد الخامني، كبار منظري الثورة تم يعني استشهادهم واستهدافهم في الأيام الأولى للثورة. فبالتالي أن تخرج هذه الشعوب بهذه الروحية وأن يزيد تأييدها رغم كل المحاولات، أنا أتكلم لو نأخذ العراق مثلا، هذا التأييد هذا البرنامج جليل، وجود برنامج في قناة عراقية فضائية دليل واضح على أن فكر الإمام الخميني ما زال يؤثر في الرأي العام العراقي ومتجذر. وأيضا في ظروف العدد الكبير من مقلدي الإمام الراحل في العراق، يعني هو ليس في زمن صدام، نعم هناك كان العديد من مقلدي السيد رضوان الله تعالى عليه، والسيد الخميني من يؤمن الفكري ليس فقط من مقلدي، هناك شخصيات تقلد السيد الشهيد الأول، السيد الشهيد الثاني، العديد من المراجع الآخرين أدام الله وجودهم الشريف، هم يعني متمسكين ذائبين بفكر الإمام الخميني، قد تختفي المرجعيات لكن عندما تعمل بإطار عام هم منجذبون إلى هذا الشيء. أعتقد في العراق يعني هناك نقطة مهمة جدا، إحياء هذه الذكرى والاهتمام بها يفشل كل المشاريع الخارجية التي وصلت إلى عقر شبابنا وعقر بيوت العديد من الشباب عندما خرجوا يخرجون إيران برا هذه الإشعارات التي دفعت أموالها من قبل سفارات خليجية وأمريكية أرادت أن تحرف البوصلة، أن تحول إيران من سند استراتيجي إلى عدو استراتيجي أو عدو دائم، هي فشلت بشكل كبير جدا. التشييع المهيب والمليون للحاج قاسم سليمان والحاج أبو مهدي المهندس كان خير دليل على ذلك، هذه الحشود المليونية التي فاجأت العالم وأفشلت كل المخططات.
الاحتياطات. ايضا عمليه يعني المسيرات التي تحيي هذه الذكرى بعد 33 عام ليس فقط في العراق، في اليمن، في ليبيا، في بعض دول جنوب افريقيا، دليل واضح على ان اليوم محور المقاومه بدا يعني يتوسع طوليا وافقيا، وهذا امر خطير جدا بالنسبه لدول الاستكبار التي عندما ذكرت السفيره فعلا هي سوف تفشل، لكن المحاولات ما زالت مستمره من اجل محاوله فصل العراق عن هذا السند الاقليمي. هم يعني ليس فقط امريكا، قد تكون امريكا نوعا ما منكفئه في هذه الفتره في الشرق الاوسط، لكن دول الخليجيه التي بنيت يعني عروشها على يعني اسس طائفيه بعيده عن الاسلام المحمدي الاصيل، وهكذا ينتشر الاسلام المحمدي الاصيل بفضل هذه الثوره بهذه السرعه وبهذه الكثافه، وان تكون له اذرع مسلحه. اليوم ايران تمتلك تكنولوجيا الفضاء، تمتلك الاتصالات، تمتلك الصواريخ البعيده المدى، تمتلك ايضا القدره على المسيرات وهذه التكنولوجيا الحديثه التي استطاعت ان تبرع فيها وتفشل ما يسمى بالقبه الحديديه وغيرها. لذلك اليوم الثوره الاسلاميه يعني تعيش في مرحله بناء حضاره اسلاميه لا تقتصر فقط على الجمهوريه الاسلاميه، انما خيرها يعم على كل دول المنطقه. ذات النقطه دكتور، الى اي درجه هناك تأثير فكر الإمام الخميني قدس سره على نفوس وفكر المقاومين للاحتلال الأمريكي والمتصدين لأي مخططات غربية استكبارية؟ هو مبدأ رفض الظلم والظالمين هو الذي أثبته وطبقه الإمام الخميني، والذي جعله منهجا للجمهورية الإسلامية بعد الثورة الإسلامية. نعم. برفض الظالمين، هذا الأمر هو لعله متبنى لدى الأحرار جميعا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين بالطوائف بالكامل، وربما هذا الذي هو جذب الجهات وشخصيات وبعد ذلك أصبحت أطراف وبلدان تمثل محور الذي الآن هو اليوم بعنوان محور المقاومة، الذي لم يكن فقط فكرة وإنما أصبح تطبيقا وأيضا أصبح بصورة متكاملة وبصورة مترابطة. أما على مستوى التأثير، نعم هذا الأمر انتقل ليس فقط بالبلدان التي نذكرها اليوم، مثلا خذ باكستان. في باكستان إلى فترة قريبة قبل سنوات رشح عمران خان من طائفة أخرى، وهو ليس رجل دين وليس سياسي، هو بالأساس رياضي لعب كريكت. عمران خان تأثر بشخصية الإمام الخميني نهجا وقيادة وأسلوبا وإدارة ومواقفا. هو شيعي؟ لا، هو غير سني وليس شيعي. بالتالي رشح إلى الانتخابات وقالها، يعني لم يخفي هذا الأمر، وإنما طرحها في مجتمع باكستاني، وأيضا ربما يمثل طائفة أخرى، ولكن طرح أنه هو متأثر ونموذج الذي يقتدي به هو الإمام الخميني، وقال لو فزت في الانتخابات فإن الزيارة الأولى لي ستكون إلى ضريح الإمام الخميني، وفعلها. عمران خان بعد أن كان رئيس وزراء وأصبح رئيس وزراء وحققت باكستان والشعب الباكستاني أمور لم تتحقق في السابق. هذا الأمر أزعج أمريكا التي بعد المشكلة والأزمة الروسية الأوكرانية أرادت أن تجعل من باكستان بديلا لأوكرانيا، ولهذا فرضت على عمران خان أن يفتح باكستان لإقامة حدود، بمعنى نزع السيادة وأن تكون باكستان تحت الهيمنة الأمريكية بشكل كامل. هذا الأمر رفضه عمران خان، وهو كان يعلم بأن هذا الرفض لربما سيكلفه كثيرا، وهو كلف كثيرا، بحيث أنه رغم أنه أقيل ولكن بقي على موقفه، موقف الثبات، موقف العزة، موقف السيادة، موقف كرامة. هذا الأمر عمران خان لربما سقط في البرلمان، سحبت منه الثقة، استقال، لكن على المستوى الشعبي تم إحياء وتأييد النموذج
اللي هو عمران خان والنهج والمدرسة التي آمن بها عمران بشكل كبير. طيب. عنوان هذا الملايين خرجت لتأييد هذا النهج الذي تبناه عمران خان. ولهذا اليوم هذه الشعوب هذه التي اليوم هي في موقع العزة وفي موقع إفشال المخططات الأمريكية الاستكبارية الصهيونية هي كلها اعتمدت هذا النهج الذي هو أرساه وأسسه وقاده الإمام لكن الخميني. سؤال أخير أيضا دكتور، يعني هكذا شخصية عمر خان يعني أعلن صراحة إيمانه بفكر الإمام الراحل قدس سره الشريف، لكن لماذا لم يتهم بالعمالة للجمهورية الإسلامية؟ هذا تتبع المجتمع مالته، لعله في أماكن أخرى لا يمتلك الفاشلون والسائرون في ركاب أمريكا إلا وأن يلصقوا هذه الأمور أو يدعوها على الطرف الآخر، بقدر ما أنه اليوم التأثر بشخصية الإمام الخميني حتى عند غير المسلمين أو حتى بشخصية الإمام القائد الإمام الخامنئي الذي هو تلميذ الإمام الخميني. خذ مثلا نيلسون مانديلا هذا الثائر الأممي الكبير، ماذا قال عن مدرسة الإمام الخميني ونهج الإمام الخميني وعن شخصية السيد الخامنئي؟ وهنالك الكثير من أديان عدة من أماكن عدة، الأحرار هم يتأثرون بالنماذج التي تبني الإنسان بخلاف ما يكون من دينها من توجهها العقائدي، ولكن الأعداء للأسف هم يتوجهون ليحرمونا من ثمرات مدرسة الإسلام المحمد الأصيل العظيم التي هي في شخص الإمام الخميني في شخص السيد القائد الإمام الخامنئي. هذا الأمر لابد أن نكون به بوعي أنه الإمام الخميني عندما يتخذ نموذجا نبراسا قدوة هو في المقام الأول لخدمة شعوبنا ولخدمة بلداننا للانتقال بها إلى مصاف العزة والكرامة والسيادة. طيب. رئيس مجموعة نبأ للدراسات دكتور هاشم الكندي، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك. شكرا لكم. عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي أستاذ مؤيد العلي، شكرا لك وانتم، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء.